تقييمنا لأي مكان عشنا فيه بيختلف بشكل كبير باختلاف التجربة اللي مرينا بيها في المكان ده، اللي بتخليك تشوف الأحداث بنظرة مختلفة. يا صباح الورد يا شباب، عاملين ايه؟ يوم جميل، بارد جدا، كانت درجة الحرارة 1 النهاردة، ودي من اول الحاجات اللي هنتكلم عليها. بس قبل ما نبتدي اي حاجة، النهاردة هنتكلم عن ايجابيات وسلبيات المعيشة في بكين. عشان ما تفهمونيش غلط، المقارنة دي هي بس بين مدن الصين وبعضها، او مدن الصين وبكين، ملوش اي علاقة باي مدينة تانية برا الصين. يعني اذا كنت بقول سلبيات، هي سلبيات مقارنة ببقية المدن. بكين فيها ايجابيات كتيرة جدا، وحتى السلبيات اللي موجودة هي ايجابيات لناس معينة في اعمار معينة. يعني بالضبط كده، نيويورك مش هو المكان المناسب مثلا ان انت تعيش فيه بعد الاربعين مثلا. مشهورة جدا للهاسلرز او للفريش جراديويتس، او الناس اللي لسه بتكافح في الحياة، فبيكون ده افضل الاماكن ليها في الوقت ده من حياتها. لكن بعد كده بيبقى صعب جدا ان هم يعيشوا مع كل الاسترس وكل الضغوطات والزحمه والدوشه والسرعه والكلام ده كله، الا انها واحده من افضل مدن العالم بلا منازع. نفس الفكره بالنسبه لبكين. بكين سلبياتها قد تكون ايجابيات لعمر معين او لوقت معين في حياتك، وسلبياتها قد تكون سلبيات قويه جدا لو خلاص اوريدي خدت الخبرات اللي انت عايزها، او عندك البيزنس خاص بتاعك وما عادش عايز تعيش نوعيه العيشه اللي فيها ستريس وضغط وزحمه وسرعه وكلام من ده. تعال نشوف الانترو الجامد ده من بكين، ونرجع تاني نتكلم عن ايجابيات وسلبيات المعيشه. ايجابيات وسلبيات المعيشه في بكين، حاجات كتير جدا عايز احكيها في الفيديو ده. الطلبه كتير بيتمركزوا في بكين لانها طبعا العاصمه واهم مدينه بالنسبه للتعليم في الصين كلها، واحده من اهم العواصم الموجوده في العالم دلوقتي بالنسبه للتعليم وكده. خلينا نبتدي من الطقس. النهارده درجه الحراره 0، ما يغرقوش الشمس اللي على وشي دي ولا ليها اي احساس، انا مش حاسس باي حاجه بيها. الطقس هنا صعب شويه بالنسبه لواحد زي عمره في حياته ما شاف البرد على حياته زي النهارده زي هنا كده. المهم ان البرد ده اصلا بيشتد جدا في خلال شهر 11 و12، بيوصل لسالب 27 سالب 25 وحاجات غريبة كده. ممكن it sounds cool ان انت الجو مختلف وبتاع، هتجرب بقى الدنيا بتسنو هنا ومش عارف ايه، لكن الحقيقة هو مش cool خالص، وانت محتاج تنزل كل يوم، وانت محتاج تدرس كل يوم، وانت محتاج تقطع مسافات كبيرة، خصوصا ان العاصمة هنا بكين هنا كبيرة جدا، والمسافات بين اي مكان واي مكان بعيدة جدا. رغم كل الفليكسابيليتي بتاعت الترانسبورتيشن هنا، الا ان لسه في مشكلة كبيرة جدا في حتة المسافات. الترانسبورتيشن او المواصلات العامة هنا مغطية اغلب المدينة، لكن لسه في مشكلة. محطة المترو هنا ممكن تاخد 4 دقايق 5 دقايق، ده مش موجود ابدا في اي مدينه تانية. ممكن في جوانجو اخرها دقيقتين، مفيش اي محطه اكتر من دقيقتين. ده معناه ان الكفرج بتاع الترانسبورتيشن او المترو مغطي اماكن كبيره جدا جدا. لسه في خطوط كتيره محتاجه تتعمل هنا، وخطوط كتير جدا بتتعمل خلال الفتره اللي انا يعني الفتره اللي انا قعدتها هنا، خطوط كتير جدا جدا من في المترو اللي انا باخده بتتعمل كل يوم علشان يغطوا اكبر مساحه واسرع وقت ممكن انت تقطع مسافه من مكان للتاني. يعني محتاج تاخد بالك من التدفئة مثلا في البيوت، دي حاجات انت هتدفع ثمنها، فلازم تاخد بالك جدا. زي ما اتكلمنا في تكلفة المعيشة الفيديو اللي فات، اتكلمنا بشكل مفصل اكتر عن المية والتدفئة وكده، ممكن ترجعوا تبقوا تشوفوا الحتة دي. يعني محتاج برضو وانت بتأجر اي شقة تاخد بالك جدا الشقة دي هل التدفئة بتاعتها حكومية، اللي هي المواسير الغاز اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات، ولا مش حكومية، لان هتدفع كهرباء كتير جدا لو مش موجودة لو ده مش موجود كاوبشن في الشقة بتاعتك وكده. حاجات كتير جدا محتاج تاخد بالك منها، لان هتعتبر تكلفة كبيرة. رغم كل السلبيات اللي موجودة
كده في بكين ما زالت واحده من افضل العواصم ومن افضل المدن اللي انت ممكن تعيش فيها. بس انا بتكلم مقارنه ببقيه المدن، ايه الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها في بقيه المدن الصينيه ببساطه وما تتكلفش معاك تكلفه كبيره، وتكلفه المعيشه بتاعتها ما تكونش عاليه زي هنا، وتكلفه المعيشه هنا عاليه ليه وازاي تمانج الحاجات دي. فالسلبيات هي مش سلبيات علشان نقول اه دي حاجات وحشه وبلاش وبكين كوخه وبتاع، لكن هو فكره الفيديو اكتر هو ازاي انت تتعامل مع السلبيات دي وازاي تشوف افضل فيرجن من المعامله علشان توفر اكتر وعلشان تعيش بشكل كويس جدا. اول حاجه من الايجابيات هي انك عايش في العاصمه، كل حاجه موجوده، مفيش حاجه اسمها مش موجوده، وموجوده بزخم كبير كمان. يعني لو انت مسلم هتلاقي مساجد كتير جدا، هتلاقي مطاعم حلال كتير جدا، رغم ان جوانجو واحده من اكتر المدن المشهوره بالنسبه للعرب، 50% من العرب موجودين في جوانجو بالتحديد، وان في جاليه هناك ومش عارف ايه، الا ان اللي انا شايفه هنا الفلكسبيليتي بتاعه شراء الحاجات الحلال وانك تلاقي الحاجات بطريقه اسهل، ده كويس جدا هنا. يعني انا مثلا ما توقعتش ابدا ان انا اكون ساكن بعيد عن الشركه بتاعتي ساعتين بالمترو، واوصل هناك الاقي مسجد قريب مني جدا، وجنب المسجد واحد بيذبح حلال، واحد بيذبح وعنده لحوم حلال، واعرف اشتري لحوم حلال ببساطه جدا. وفي اسواق كبيره جدا مشهوره زي ساني وان لي هنا اللي احنا كنا زورناها في اول فيديو، دي من الاسواق اللي سهل جدا ان انت تلاقي فيها كل اللي ممكن تحتاجه، سواء اكل حلال او حتى منتجات انت متعود تشتريها في بلدك هتلاقيها موجوده في السوق. حاجة من التجارب الجميلة جدا انت تجربها في الصين، الايفنتس بتاعت البيزنس والمصانع والتكنولوجي والدراسة، اي حاجة من الحاجات دي. طبعا انت في العاصمة الحاجات دي ببساطة جدا هتلاقيها وبزخم كبير زي ما انا بقول. كمان حاجات كتير جدا تتزار هنا، دي من الحاجات اللي دايما اخويا بيذكرها، لو انت معاك اسرة بكين ممكن تكون مهمة جدا بالنسبة لك بسبب مثلا تمركز السفارات والمدارس، السفارات كلها موجودة هنا، وكمان الكوميونيتي بتاعت السفارات موجودة هنا. يعني لو محتاج حاجة من حد، محتاج السفارة المصرية، محتاج سفارة عربية، محتاج مدارس السفارات والكلام ده كله، كل الحاجات دي هتلاقيها ببساطة هنا في بكين، لكن مش هتلاقيها في أي مدينة تانية. دي من الحاجات برضو المهمة جدا. كمان المدارس بتاعت الأطفال والكلام ده كله هتلاقي الفرايتي كتير والاوبشنز كتير قدامك ممكن تختار منهم. ده مقارنه ببقيه المدن، لكن مازال برضو مش حاجه جامده جدا المدارس هنا، يعني علشان التكلفه عاليه، وكمان في اغلب الاحوال ممكن ما تلاقيش جوده تعليم كويسه بالنسبه للاطفال وكده. فلو انت عايز تعلمهم بلغتك او عايز تعلمهم العربي والدين الاسلامي طبعا والحاجات دي كلها هيبقى طبعا موجود وموجود بكثره هنا، لكن جوده التعليم مش عاليه قوي. يعني المواصلات هنا غاليه شويه، عمري ما في حياتي ما توقعت ان انا ادفع في مدينه 600 يوان مترو بس. يعني كل شهر تقريبا البادجت بتاعتي في المترو 600 يوان. 600 يوان ده مبلغ كبير جدا لو انت هتقارنه بمدينه زي جوانجو. يعني جوانجو دي مثلا لو صرفت 200 يوان كل يوم في المترو لمده شهر، ده كفايه جدا، ده يعني ده مبلغ كبير. لكن 600 يوان بدون مبالغه مترو بس، وفي اوبشنز تانية انا باخدها، في حاجات باخد باص كمان وباخد عجله في بعض الاوقات، باخد حاجات يعني باخد اوبشنز كتير تانية، وانا رايح بدفع 7 يوان وانا راجع بدفع 7 يوان بسبب ان المسافه كبيره. هتقول لي ما تسكن قريب، هتلاقي من الناحيه الثانيه ازمه سكن كبير، ازمه السكن كبيره هنا في بكين، وهي من اكتر المشاكل اللي موجوده في بكين بالنسبه حتى للصينيين. يعني انت الصينيين ممكن يلاقوا فرصه ان هم يشتروا شقه او يشتروا بيت في مكان تاني مثلا في مدينه تانية، الا في بكين ازمه كبيره جدا في السكن، ازمه كبيره جدا في الايجار، ان انت تلاقي شقه كويسه في مكان قريب مثلا من السيتي سنتر مثلا، او من الاماكن المهمه اللي انت عايز تروحها، او من شغلك دراستك الكلام ده كله. وطبعا علشان تلاقي شقه تقعد تسكن فيها لوحدك، لو انت ما بتحبش تسكن مع حد بيكون الايجار عالي جدا، خصوصا ان كمان فكره الدفع هنا او اغلب المشهور بالنسبه لحوار الدفع هو 3 شهور ب3 شهور، فانت بتدفع برضه الديبوزيت بيكون كبير. فدي مشكله ما بين المواصلات وما بين الايجار غبي شويه، بس عشان ما تخافوش، يعني مثلا لو انت طالب او كده الدورم ما زال اوبشن بالنسبه لك، وحتى لو مش الدورم في اماكن بعيده، في قطاعات او ديستريكس بعيده شويه، هتتعبك شويه في المواصلات وهيكون تكلفه المواصلات برضو هيكون اوبشن انت هتاخد بالك منه، او هيكون حاجه هتاخد بالك منها هتحطها في الاعتبار يعني لو سكنت بعيد. لكن لسه في كل فتره في قطاعات جديده بتضاف زي فانشان وتشاويانج والاماكن اللي زي دي، ممكن تلاقي فيها شقق ما زالت بسعر نوعا ما رخيص، او
حتى لو مش شقه بتروح تشوف شقه شير مثلا بتشيرها مع عدد من الناس. وممكن لو انت يعني بتتضايق قوي من انك تاخد شقه شير ممكن تاخد روم زي اللي انا كنت اخدها في جوانجو برايفت باثروم، بتكون حياتك كلها موجوده في الاوضه دي عادي، مش محتاج اصلا اي حاجه من بره، ممكن ما تخرجش خالص وعادي يعني. اللي هو ناس كتير بتاخد الاوبشن ده اللي هو بيجهز حياته، وممكن تاوب اوت تشتري كل الحاجات اللي ناقصاك، حتى انت ممكن مش محتاج تستخدم المطبخ بتاعهم او تستخدم الحاجات دي كلها. رغم ان زي ما بنقول بكين هي العاصمه وان العمل هنا مفروض يكون من افضل ما يكون لتمركز اكبر الشركات اللي موجوده في الصين كلها موجوده طبعا هنا، الهيد كوارترز بتاعت كل الشركات موجوده في هايدين، اكبر الشركات اللي انت بتسمع عنها واللي مكسره الدنيا في العالم كله، حتى الشركات الامريكيه واكبر الشركات موجوده هنا في بكين. رغم كل اللي انا بقوله ده، ودي طبعا تحسب للايجابيات، ان انت هتلاقي افضل فرص عمل هتلاقيها في بكين، وافضل بوزيشنز وافضل مكان تو جرو وتتعلم منه والكلام ده كله، الا ان انا شايف ان ده مخالف شويه، لان البيج سكيل كومبانيز والفيري ستراكشرد كومبانيز زي اللي احنا بنتكلم عنهم دول، هو مكان صعب ان انت تتعلم منه. هتتعلم من الورك انفايرمنت، هتتعلم من خبرات الناس اللي حواليك، هتتعلم من ازاي الجو ده كله يعني يشكلك بني ادم تاني خالص، يطلعك بني ادم تاني خالص، يطلع حاجات ما كنتش تعرفها عن نفسك قبل كده. لكن كل ده كلام يعني كلام انشا، خصوصا لواحد السن تقدم بيه وبقى اوريدي معاه خبرات، فهو كل اللي هو محتاجه ممكن يكون حاجات مختلفه عن ده، محتاج حياته تهدى شويه، محتاج ان هو يركز انه يدي من خبرته مش يدي من مجهوده اكتر. فطبعا بكين هتكون مكان طف شويه بالنسبه للخبرات اللي زي دي، لان من الحاجات الاساسيه جدا في الشغل هنا في بكين، من الحاجات الاساسيه في الورك انفايرمنت هنا هو الاوفر تايم. والاوفر تايم زي ما انا ذكرته قبل كده في جوانجو او في اي مكان في الصين، هو موجود في الصين كلها، الا ان هو هنا حاجه ستريسفول قوي، اللي هو حاجه مانداتوري لازم تعملها، الزاميه مش لازم تعملها حتى لو انت رافض ان انت تعملها، هو ده اصلا ليجالي يعني مش مقبول، وان ده يعني على حسب الليبر لو والكلام ده، طبعا كل الكلام ده مش مقبول، الاوفر تايم والكلام ده كله. لكن انت هتلاقي اصلا الشغل بيجبرك على كده، لو انت عندك تارجت مثلا وما بيتحققش، وفي مثلا بتشتغل في اسواق تانية، يعني انت مثلا في الصين وبتتعامل مع اسواق زي اسواق مثلا في الميدل ايست، او اسواق مثلا في اسيا او في اوروبا او في اي حاجه او في اي بلد تانية يعني، فهتلاقي تايم ديفرنس، والتايم ديفرنس ده هياثر على التارجت بتاعك، وعلشان تحققه مثلا لابد ان انت تسهر اكتر، ولابد تعمل اوفر تايم اكتر، وهكذا والكلام ده كله. فاذا وصلت للنقطه دي، واذا وصلت ان انت مش قادر يعني، وبدات تلاقي ان موضوع الاوفر تايم ده بقى يا اما حاجه الزاميه يا اما حاجه هتاثر جدا على شغلك، فهتلاقيك بين نارين زي ما بيقولوا، وهتلاقي ان الورك انفايرمنت دي ستريسفول على واحد زيك في سنك في خبرتك في الكلام ده كله. الزحمه وسرعه الحياه في بكين، اليوم هنا نص يوم، نص يوم بمعنى ان انت يا دوب لو هتعمل حاجه ما ينفعش تعمل حاجه تانية. يعني مثلا لو انا عايز اصور فيديو زي ده في جوانجو، كل الموضوع نص ساعه علشان اوصل المكان وابدا اصور واخلص التصوير وكل حاجه وارجع برده في نص ساعه وبتاع. هاي هاو يو دون، دو يو ونا جوين؟ احمد، واتس يورز، واتس يور نيم؟ Do you want to be on YouTube? Yeah, do you want to be there? Yes. Do you want to join? Say hi. Say hi to the camera. Say hi. Yeah, have a nice day. What do you think? Just say. 33. الناس لطيفة في أي مكان، عموما في بكين ولا في أي حاجة، أنتوا كنتوا بتشوفوا برضو النوعية دي من الناس في أي مكان. لكن نرجع للموضوع، فعلا الحياة سريعة هنا جدا جدا جدا، يعني سريعة بمعنى إن يومك هيروح بسرعة، يعني علشان توصل من مكان من اي مكان لاي مكان الموضوع هياخد من ساعه مينيمم لساعتين او يمكن اكتر يعني. فاللي هو علشان توصل لاي مكان زي ما بقول لكم، حته المواصلات دي مهما كان في كفرج كبير جدا للمواصلات والفرايتي كتيره جدا فوق ما انتم تتخيلوا، الا ان اوبشن ان انت يكون معاك مواصله خاصه بيك هنا اصبح حاجه من الحاجات الالزاميه. يعني انا عمري في حياتي ما فكرت بشكل قوي جدا ان انا اجيب سكوتر، بس في نفس الوقت السكوتر ده لو جبته في وسط الطقس الصعب جدا ساعه الشتاء والكلام ده، فعلا هتعاني معاناه جامده جدا، هتبقى المعاناه فعلا شديده جدا جدا. هتركبه ازاي في وسط البرد؟ زي ما بقول لكم بوصل مثلا في البرد اللي بوصل مثلا سالب 27 وسالب 30 والحاجات اللي زي دي، هيبقى حاجه صعبه جدا ان انت تستخدم سكوتر او كده، ولو انه حاجه مهمه جدا جدا. العربيه حاجه مهمه جدا مثلا هنا، بس لو جبتها برده هتبقى ستاك في الترافيك طول الوقت، هتكون دايما في الزحمه وواقف في الزحمه طول الوقت.
فحته ان انت توصل من مكان لمكان بياخد وقت اطول في بكين، فده طبعا هياخد من وقتك ومن يومك شغل كبير جدا او وقت كبير جدا. فاصبح اليوم في بكين بالنسبه لنا نص يوم، اللي انت هتنجزه مثلا في جوانجو ممكن تنجز نصه هنا في بكين. هنا الناس متعوده خلاص بسبب ضغط الحياه هنا وبسبب الحياه اللي خدت شكل مختلف هنا، الناس متعوده ان هي تشتغل من اي مكان، وده طبعا خلاص بقى موجود في اي مدينه. يعني انا مش بقول حاجه غريبه او كده، لكن الحاجات دي بقت إلزامية هنا في المدينة، ان انت لازم تشوف اوبشن، لازم تشوف حل لانك تحاول تنجز اكتر. تحاول مثلا وانت في المترو لازم تكون شغال، او مش بس بتعمل حاجة او بتلعب او الكلام ده كله، ولو انهم اغلبهم بيلعبوا. بالنسبة لنا لو انا بتكلم على ان انا ما بعملش فيديوهات بقالي فترة زي ما انتم شايفين، ويمكن ده مأثر جدا على القناة الفترة الاخيرة بمجرد انتهالي من جوانجو لبكين، فده واضح جدا من الشغل ان انا مش قادر انجز زي ما كنت بنجز مثلا ايه في جو تاني او في وضع تاني في جوانجو. زي ما بنقول في المثل المصري بتاعنا كده، مفيش حلاوه من غير نار. حلاوه بكين بتاخدها لما بتدفع الكوست بتاعتها، لما بتدفع التكلفه بتاعتها، الاكسسبيليتي لكل الحاجات الجميله جدا في العاصمه، وواحده من اكبر العواصم ومدينه المليونيرات دلوقتي. بكين هي مدينه المليونيرات بلا منازع دلوقتي. فمقابل ده هتدفع حاجات كتير جدا من الزحمه والسرعه وضغط الشغل والاوفر تايم والكلام ده كله. تجربتي في بكين مختلفه، لكن مش هخلي ده يأثر على رأيي فيها، لا بالإيجاب ولا بالسلب. بقالي حاليا شهرين مستقر هنا تقريبا، فترة كافية احكي لكم ليه بكين مش لأي حد، وإيه السلبيات والإيجابيات اللي أنا لقيتها، واللي أنت كمان هتلاقيها هنا مقارنة بباقي مدن الصين. إحنا في عاصمة البليونيرات الأولى في العالم، بكين.